كما أشرنا في العناوين 45 ألف أسرة مغربية طردت سنة 75-900 ألف تعسفا من التراب الجزائري، واليوم بموجب قانون المالية الجزائري في الفصل 42 ممتلكات ضحايا الترحيل التعسفي ستلحق بالأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. ببساطة ستصادر ممتلكات المغاربة. عبد الحميد المرابط وعلي العميراش في هذا الروبورتاج من وجدة. أحمد نونوحي البالغ من العمر 90 عاما، واحد من 350 ألف مغربي طردوا تعسفا من الجزائر عام 75 من القرن الماضي، وهو الذي استقر بالجزائر لمدة تقارب 40 عاما وأبلى البلاء الحسن في دعم الثورة الجزائرية. من برا دخلت المدينة وكلينا معاهم وشربنا معاهم وعاوننا، هما الجزائريين رقدنا المجاهدين تاعهم وعطيناهم المصروف المجاهدين تاعهم. خلونا ما تهزو حتى شي حاجة، الكسوة اللي راك لابسها وخذ معك شي حاجة صافي، ما تاخذش زوج باليزات ولا كيقلعوهم لك. هذيك هي جابونا الكوميساريات ديالهم للبوليس، وقعنا وركبونا في الكيران وصلوا للحدود. معاناة تجاوزت حدود الترحيل لتشمل ممتلكاتهم من عقار ودور سكنية وضيعات فلاحية، فأحمد لا يزال يحتفظ بشهادة ملكية العقار الذي اشتراه من مواطن جزائري في خمسينيات القرن الماضي. اقتنيت بقعة أرضية تبلغ مساحتها 500 متر بمبلغ 170 ألف فرنك فرنسي، واستغرقت في بنائها مدة 5 سنوات. ما نسمح إلى يوم الدين غدا القيامة نتحاسبوا، علاش نسمح؟ تعبت بالتبرع، كنت نخدم في الليل، علاش نسمح؟ علاش نسمح؟ ما نسمح والو. قرار الجزائر في قانونها المالي لهذا العام بإلحاق ممتلكات عقارية لأسماء لم تعد موجودة على أرض الواقع بالأملاك التابعة للدولة أثار حفيظة جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، التي دعت للتصدي بشكل استعجالي لهذا القرار الذي وصفته بالجائر، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف تأميم ممتلكات المغاربة. من هو المقصود بهذا الفصل 42؟ هم أملاك المغاربة المطرودين من الجزائر، ولهذا نحن دقينا ناقوس الخطر وراسلنا وزير الخارجية المغربي ورئيس الحكومة المغربية، كما راسلنا رؤساء الحكومات لكل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال وحتى مالطا وكذلك الاتحاد الأوروبي. هذا وتعتزم الجمعية القيام بتحركات على مختلف الأصعدة لاستعادة حقوق المرحلين واسترجاع ممتلكاتهم المصادرة، حيث قامت بجمع أزيد من 600 ملف متكامل للضحايا الذين يتوفرون على مستندات قانونية تثبت ممتلكاتهم. ويحضر معنا سيد حسين بوعسرية وهو نائب رئيس الجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر. أهلا بكم سي حسين. بارك الله. إذن إلى رجعنا الوراء في سنة 75-900 ألف، 45 ألف أسرة مغربية تطرد من التراب الجزائري تعسفا، اليوم هذه الأسر حق آخر كيتصادر، حقها آخر كيتصادر وهو الممتلكات ديالها بموجب قانون المالية الجزائري سنة 2010. كيفاش كتشوفوا أنتم كجمعية هاد؟ فعلا المغاربة المطرودين من الجزائر في سنة 1975 لم تتضمد جراحهم بعد مرور 34 سنة، وهذا الجرح عميق جدا إلى درجة أن حتى هذه السنين كاملة ما قدرتش تمحيها. وزيادة على ذلك ها هي الجزائر تأتي من جديد لتتبع هؤلاء المغاربة دي سيفيل مواطنين مدنيين عاديين باش تسلب منهم حتى الممتلكات ديالهم العقارية، وبعد ما سلبت منهم كل ما كانوا يملكون وكل ما كسبوه خلال سنين من الجهد والتعب والكد. هي كتاخذ قرار جديد اللي هو الفصل 42 من القانون المالية ديال 2010 اللي صادق عليه البرلمان الجزائري واللي غادي يبدأ التنفيذ به ابتداء من هذه السنة. يعني بدأت مصادرة الممتلكات لحد الآن مازال ما وصلتناش أنباء عن مصادرة الآخر عن مصادرة الأملاك، وإنما راه يعني غادي يبداو يشرعوا في مصادره الاملاك هاد السنه. كيف ما شاهدنا في الروبورتاج قبل قليل ديال عبد الحميد المرابط هو انه كاين هاد المغاربه عندهم مستندات، عندهم وثائق تثبت ان لديهم ممتلكات. انتم كجمعيه شنو الخطوات اللي ممكن تاخذوها يعني قانونيا للدفاع عن هذا الحق الذي يصادر اليوم؟ الخطوات الاولى اللي ناخذوها
وهي أننا اتجهنا راسلنا وزير الشؤون الخارجية السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون لتدخل وزارته مع الجهات الدولية لإيجاد حل لهذه المصادرة التي بدأ حاولت أن تقوم بها الجزائر. كما اتفاقيات كتجمعنا بينا وبين الجزائر؟ فعلا هناك اتفاقيات اللي مبرمة، سي دي كونفونسيون بيلاتيرال ما بين ثنائية ما بين المغرب والجزائر، اللي من بينها واحدة كانت في 15 مارس 1963 اللي كان الطرف الجزائري الطرف اللي وقع على هذه المعاهدة كان آنذاك السيد وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة اللي هو رئيس حاليا، وهذاك المعاهدة تنص على حماية ممتلكات يعني الشعبين المغربي والجزائري، حماية المواطن وحماية ممتلكاته. يعني ممكن هذه الاتفاقيات تكون بوابة لحل هذا الإشكال ديال 45,000 أسرة. تماما، والاتفاقيات اللي كيكونوا ما بين الدول راه كتحل بيناتهم المحاكم الدولية، هي اللي خص المغرب يوقف هذه المسألة باش ما يتحرموش هاد المغاربة من الممتلكات ديالهم، تحرموا من جميع الممتلكات اللي كانت لديهم ما ونزيدوهم عاوتاني نحرموا من هاد الممتلكات العقارية. هاد الشيء راه زعما فظيع، وخص جميع القوى الدولية والوطنية خصها تنوض باش توقف مع هاد الناس، لأن هذا ظلم وما لا يسكت عنه، ما خصش الواحد يسكت عليه. وزيادة على ذلك راسلنا عدة مسؤولين أوروبيين كوزير الوزير الأول الإسباني والرئيس ساركوزي والرئيس البرتغالي والمهم عدة مسؤولين أوروبيين، لأنه الملف خصو ياخذ بعد دولي، لأنه خصو ياخذ بعد دولي، وكذلك لأن هناك عدد كبير من المغاربة الذين طردوا من الجزائر، هناك منهم من هاجر إلى الخارج وأخذ الجنسية الأوروبية، فهذا هاد المغاربه ولات عندهم الحق باش دوك الدول ديالهم اللي خداو الجنسيه ديالها تدافع عليهم. سيد حسين بوعسريه نائب رئيس جمعيه الدفاع عن المغاربه ضحايا ترحيل التعسفي من الجزائر، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا.